السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في خبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. فياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان كل جديد بعمله يوصل لكم أول ما بينزل على طول، ومتنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية اليوم الخميس على حريق نشب بأحد المصانع العاملة في مجال المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان. البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية اختار يفيد بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بأحد المصانع العاملة في مجال المنسوجات بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. وانتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف والحماية المدنية لموقع البلاغ، ودفعت قوات الحماية المدنية ب22 سيارة إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده. بالفحص تبين الحريق نشب في الطابق الثالث بالمصنع والمخصص كمخزن، لم ينتج عنه اي اصابات الحمد لله سوى بعض الاختناقات للعمال، تم اسعافهم بموقع تمركز سيارات الاسعاف، وتحرر عن ذاك المحضر اللازم وبالعرض عن نيابه كلفت ضباط الادله الجنائيه لاتخاذ شؤونه والبحث الجنائي بالتحري عن الواقعه وملابستها.